راح مصر جديد أصلا. شبرا يا أسطى. معلش يا بيه أصل مروح. شبرا اتفضل. مفيش فايدة. ما تيجي نمشي شوية ولا حتى نركب اتوبيس؟ ليه الدنيا تلج النهاردة يا شيخة؟ تعالي دي هي مرة والعربية تكون اتصلحت. نفسي امشي شوية. يلا. مش انت اللي قعدت تقولي لي نفسي اشوف فيلم من الافلام دي؟ تعرف مش هعرف انام طول الليل. هاخدك في حضني. جميل قوي الفستان ده. لا ده احلى. الله، انت رجعت في كلامك؟ مش قلتي مفيش عيال قبل سنتين؟ الله، وانت لازم تصدق كل حاجة هقولها. أو الشارع ده الصبح بيبقى سوية، لو البلد بالنهار فيها نفس الهدوء ده الواحد كده حس ان اعصابه هادية. بس مشينا البطيء ده هيضيع علينا حتى اخر اتوبيس. تيجي نجري؟ نجري؟ اه نجري. احنا مش جرينا مرة واحنا مخطوبين. ياه انت لسه فاكر؟ لا يا عم ده كان جنان. نتسابق. نتسابق؟ اه. واللي يخسر بكرة يعمل شغل البيت، يطبخ ويكنس ويمسح لوحده. بتتكلم جد؟ طبعا جد. طب يلا. يلا. ولا بلاش. ايه بقى؟ رجعت في كلامك تاني؟ لا احسن عسكري الدورية يطلع لنا. طبعا، لا انت قد مسح ولا غسيل. يعني خلاص ضمن ان انت اللي هتكسبيه. ده انا لازم اكسب. خلاص. هي مسافة قصيرة من هنا لآخر الممر. طبعا. لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة انت. يلا كده اهو. يلا يلا. واحد اتنين تلاتة. فاكرة انك هتسبقيني؟ بقى ده كلام. احكي لي كمان مرة اللي حصل بالظبط. ملحقتش اشوف غير حرف الدي ورقم الستة، وبعد كده ما شفتش حاجة. معرفش ان كانوا تلاتة ولا اربعة. ماركتها سبور. ايه بالظبط؟ فيجا. طب ما خدتش بالك من لونها؟ ما لمحتش اي حد؟ الدنيا كانت ضلمه. بلغ الاشاره دي لكل الجهات. لفينا نطاق الاسم كله ما شفناش ولا واحده. كمان لف. ركزوا فيها عند رشاط المره دي. عارف ان التصرف ملوش معنى لكن يمكن. مش هي صاحبها مقاول ومجرشها من الساعة 9 من غير حرف الدي. أنا متأكد إن فيها حرف الدي غير الستة. أفتكر دلوقتي أنت شايف إن كل ده ملوش فايدة. أنا حبيت قبل ما أريحك أرض ضميري، وما قدامناش غير إننا نمشي مظبوط. أقول إيه للناس؟ أبوها وأمها. أقول لهم إيه؟ يموتوا. طب أنا كل اللي عاوزه منك تهدى كده ونتفاهم. هتروح فين؟ مش عارف. أنتوا مساكنين فين؟ في مصر الجديدة. أستاذ أحمد، فين في مصر الجديدة؟ مدير الأمن لازم يعرف، وزير الداخلية، كل الناس لازم. طبعا ده موضوع ما يسكتش عليه. اطمن. أنا مش عايز أقول لك إني هتجنن. فاهم؟ هتجنن. أنا مش هروح البيت. أنا راجع الاسم ومش منقول منه لما تلاقوها لي. أنا
كل حاجة حالته وحشة قوي، مقدرين طبعا، مقدرين كلنا. لا انا بس حبيت ابلغ سيادتك. هنحاول. مع السلامة. القاهرة فيها 8 مليون وعشرين 30 ألف عربية، كذا ألف شارع وبيت، كذا ألف زقاق وحارة. عايز تقول ايه؟ صدقنا انا مش هنام ولا هتغمض لي عين. انا ساير اكتر منك. فاضيه طبعا. ديكور. اتفقنا ان تدخين مدير للصحة؟
المأمور طلب مني اتصل بيك عشان اطمن عليك. النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ النقيب محمود في طريقه ليك دلوقتي. ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ ما بتردش ليه؟ نادر على الاسم. ليه يا استاذ؟ التحقيق لازم يكمل. استاذ احمد كده مش هينفع. ده موضوع خطير. طب اوعدني لما تهدى تجيبها وتيجي تقول كلمتين نقفل بيهم المحضر. أرجوك يا دكتور قول لنا مالك. نزيف شديد وانهيار. السبب ما نقدرش نحدد دلوقتي، لازم الأول نوقف النزيف. لو سمحت انت عارف ايه اللي حصل يا احمد؟ اجهاض يا ابني. ريحنا ربنا يريح قلبك. في ايه؟ في ايه يا احمد؟ في ايه؟ ما
وبعدين بقى بس خلي حد ياخد البنت دي يشوف لها هدمه تلبسها. ايه ولا هي فرصه بقى؟ كل واحد وواحده ينكتموا. كلم يا استاذ. هو ده كل اللي قالته؟ الشقه دي فين؟ ما قالتش. طب كان شكلهم ايه؟ لهجتهم صعيدي ولا بلدي؟ فلاحين، عرب، افنديه؟ خدوهم بره دلوقتي يا استاذ، ما تضيعش وقتنا، اتكلم. اقسم لك بشرفي ما لحقتش تقول حاجه، لما تخف اسالوها. انت مش بتقول ان اخوك محامي؟ ما تفهمه يا استاذ. يا احمد لو في حاجه قولها. صدقني هو كده. انا في الاول ما كنتش عايز اتكلم، لكن دلوقتي خلاص. عموما انا هسيبك لضميرك. هاتوا الدغاره. وازاي ما تاكلش غير دلوقتي؟ انا كنت عارف انهم طلبوني عشان كده. في حكمة بتقول إذا نار البركان طلعت اديها ظهرك واجري، لأن اللي بيقف ويفكر دايما بتصيبه حاجة. أنا رجلي اتكلبشت في الأرض. يبقى هتجني على نفسك. اسمع يا أحمد، فاكر لما كنت بتقول إن أنا وأنت غير أخونا طلعت، وإن كل واحد بياخد نصيبه؟ هو دلوقتي بره وإحنا هنا. هو متجوز وانا بقيت صاحب عيال. احمد عاوزك تفهمني كويس، كل شيء ممكن يهون لو الواحد عرف ازاي يتغلب عليه. انا الكلام مش سايفني، لكن انا واثق انك هتقدر تعدي الازمه دي. ازاي؟ فكر في حاجه واحده بس، انها محتاجه لك. واللي عمله كده ايه؟ في ايه يا احمد؟ افتكرتها بتتعاكس. حاجة غريبة، امبارح بالليل قفلت المكتب واتمشيت شوية في محطة الرمل، قعدت في محل علي بابا وشربت ازازة بيرة وبعدين روحت. سوسو بنتي هي اللي كانت صاحية، قالت لي تعشى يا بابا، قلت لها ماليش نفس، ودخلت اوضتي مديت على السرير. تصدق جالي كابوس وانا صاحي، حسيت ان في حد بيخنقني. نطرت من على السرير وقلت والله ما انا مسافر، خفت يجرى لي حاجه وانا في الطريق. وبعدين قلت يا واد بلاش كلام فارغ، انت هتصدق برضه الحاجات دي عشان انزل لك و تسيبني عمال اتكلم لوحدي من الصبح. يا اخي خد ودي معايا، فضفض عن نفسك، انا اخوك. ندى طلبت مني من يومين نروح السينما، كانت شافت اعلان فيلم في التلفزيون. امبارح سالتها حقيقه عايزه تروح الفيلم ده، قالت ايوه. بعد شوية سألتني مالك تعبان؟ ما كنتش تعبان ولا حاجة، بس الحقيقة افتكرت ان اليوم ده يوم الخميس، اليوم اللي كل من هب ودب بينزلوا فيه البلد، عشان كده ما بحبش انزل فيه ابدا. بس عشان وعدتها ما حبيتش اقولها لا، قلت ما فيش داعي، هي جت على الخميس ده بلاش تزعلها. انت ما اكلتش حاجة. يلا بينا. حضرتك
هتروح فين؟ مش عارف. تعال نروح. مش قادر. بعدين هين عليا انام في الشارع. روح يا احمد ما تبقاش صغير. فين عربيتك؟ عند الميكانيكي بتتصلح، هروح له. كان المفروض استلمها من بدري. طب انا عندي في مشوار اخلص شغلانه. طيب خد مفتاح ندى. هاجي لك على البيت. انا حاجز على بولمان بكره. العجلة ترجلش كويس قوي، تقدر تجري بيها زي ما تحب. معلش يا باشمهندس، اصل الكوريك بيفوت شويه. احمد اوعدني انك هتروح شغلك بكره كأن مفيش اي حاجه حصلت. ادخل. اهلا يا باشمهندس. اهلا يا فندم. في حاجة يا احمد؟ عايز اجازة. انت عارف انت بتطلب ايه؟ مين اللي هينفذ بقية تصميمات المدارس؟ اي حد تاني. انا مش قادر. ايه اللي حصل يا احمد؟ طلب الاجازة انا سيبته عند السكرتيرة. يا باشمهندس. لا يا اخي بدل ما تقولها دوروا انتوا بنفسكم. انتوا ليه مش عايزين تصدقوني؟ ليه؟
عن سكتي لازم ادخل اشوفها. استاذ احمد انت انسان متعلم. امال خليته يدخل هنا ليه؟ غصب عني، كان لازم اخليه يشوف ان حالتها ما تسمعش. ولا خفت؟ استاذ احمد ابعد من طريقي. احمد سيبني يا طه. تعالى هنا. سيبني بقول لك. خلاص مش قادر تميز؟ اسكت. انا خلاص لقيتهم، لقيتهم، لقيتهم ومش هسيبهم ابدا. الحقنة اشتغلت ونامت الحمد لله. استاذ احمد تقدر تشوفها دلوقتي لكن من غير ما تكلمها ولا تصحيها. لقيت مين؟ العيال. فين؟ شفتهم في التحرير. شفت العربية ولقط النمرة. يا نهار ابيض. مستني ايه؟ يلا بينا. على فين؟ فين؟ روح القسم. طب يا اخي بدل ما كنت اتخانق مع الضابط كنت اقول له. هتفضل كده؟ امسك اعصابك شوية. اهدى اهدى. ايه ده طه؟ انا مش فاهمك يا احمد. مش يمكن اكون غلطان؟ طب افرض ان انت مش غلطان وطلعوا هم العيال. يلا بينا نروح القسم. بس انت ما تشيلش هم. عندك فكرة لو طلعوا هم هيجيبوهم ازاي؟ من الرقم في المرور طبعا. ولأي حد؟ بس لازم تعمل محضر في الأول. وانت هتعمل كده ليه؟ أفندم بيانات لو سمحت. كنت عايز أعرف مين صاحبها الأصلي. عملت محضر وجبت تأشيرة رئيس القسم. العربية صاحبها الدكتور حسن الطاروتي 13 شارع المعز سراي القبة. اتفضل. متشكر.
النزيف واقف. استاذ احمد في تليفون عشانك من اسكندريه. يا احمد انت سامعني؟ روح القسم ما تضيعش وقت. انا مش فاهم ليه ما روحتش لغايه دلوقتي. ما بتتكلمش ليه؟ بعدين. بعدين ايه؟ استني ايه؟ اكبر للموقف. دول مش شويه عيال عكسوها وهتربيهم. دي جريمه. ولا اوعى تكون اوعى مخك. اسمع انا عارف برضو يا احمد انك عاقل. المكالمة هتنتهي. إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. فاكرني؟ انت مين؟ عاوز ايه؟ اوعى!
اخطر اخطر اخطر. شاف اللي حصل؟ كان بيجري زي المجنون فرح ضربه. ما خطاش الشارع يبقى تبعكم. استلم يا عم. طب يا اخويا. اطلب زينهم. تدينا عربية يا جدع. وإيه؟ واقفة قدام باب الجراج. ما تشوف الأمين حسين بتاع المرور يفقعها مخالفة. ماركتها إيه دي؟ دي فيجا. الله، أيوة، سيارة فيجا رقمها 66711 وجدت في شارع عدلي. اشتبه في ان تكون السياره المبلغ عنها في المحضر. ابقى شوف رقم المحضر والتاريخ لحسن مش فاكره، وبلغ محمود بيه مستني منك الرد. حاول الشارع بخصوص العربيه الفيجا اللي خطفت الست. دوريه لاسلكي طالبه الرد، وكان عايز كمان تبلغ محمود بيه. محمود بيه جنبه في شارع فؤاد، خليه يلحقه هناك. عليا ومعاك في جيبك. انا عارف ان انا معاك في جيبك. لا انا معاك في جيبك. لا طلع ما فيش. مش مطلع حد. اوعى انت ابو زوز. ايه انت بتعمل ايه؟ اوعى حد امين. حد ايه ده؟ يا حسين يا ابو مش فاهم حاجة. ايه اللي ساكن في فيلا لوحده واهله ببلد عربي ومفيش حد في الفيلا؟ فين بقية التحريات؟ مفيش فايدة. هيظهر لازم اروح انا. قول لسارة القبة متشكرين. يا سعادة البير، انا بقالي 20 سنة في الحي ده ما شفتش ولد بايظ بالشكل ده.
لما بو سافر الكويت وسافر معاهم ما كانش حد مصدق ان المصيبة دي اتزاحت من هنا، لكن على مين؟ هو اسبوع وبصينا لقيناه طابب وسايبهم هناك، ومن ساعتها وهو غالبها كرخانة. هم التلاتة دول اللي كانوا معاه على طول تعرفهم؟ الواد الميكانيكي ده اصله صاحب ورشة قريبة من هنا، لكن الاتنين التانيين دول ما خبرهمش يا بيه. اطلع المستشفى. مش قبل اسبوع علشان نقدر نقرر حاجة. النزيف الجديد ده لخبط الدنيا. وجوزها عامل ايه؟ الراجل ده قرب يتجنن. النهاردة جاي لوحده بدري قوي وساكت خالص ما بيتكلمش. معذور. ادخل في الموضوع. انا اسف، دي قضيتي ولازم تفهم اني هوصل لهم. هيتسجنوا مش كفايه، العداله تاخد مجراها الاول. 7 ولا 10 سنين طز، ايه الفايده؟ المهم نوصل لهم. ده انت لازم توصل لهم. انت لسه ما فهمتنيش. انا فهمتك، لكن كل ده مش مهم. امال ايه المهم؟ كل واحد بيرتكب جريمه زي دي لازم يموت. معاك، وناس كتير لازم تاخد جزاءها فعلا. بس امتى وازاي؟ وهل معقول نستنى ولا نعمل اللي علينا؟ اعمل اللي عليك. انت عارف انها كانت في بدايه حملها وما قالتليش. عرفت، الدكتور قال لي الصبح تخيلت بيك في شارع الجمهورية. انا مش مهم جايز حد يشبهك. كنت رايح اشوف حادثة عربية، شاب عنده تقريبا زي 22 سنة شايل حبوب هلوسة. تصور جابها ليه وازاي، وكل يوم من ده وغيره. لما ابتديت افهمك عرفت انها جت في واحد مش هيقدر يستسلم لها. انا حاربت. عارف يعني ايه حاربت؟ ادي المأمون اللي عمر ما هيجي من ناحية ضرر. ده احنا سايبينه مروح. يعني لو كانت الرخص في المحفظة بدل ما هي في التابلوه كانوا عرفوا انه عنده عربية ووصلوا للشنطة. كنا بعنا. البيعة هي اللي كانت هتضيع. احنا مالنا؟ احنا اصحاب لكن نعرف منين هو بيعمل ايه؟ وايه يضمن ان الشنطه في العربيه وما خليهاش في البيت؟ لانه ما لحقش يروح. ده بين الحادثه وبين ما سيبناه ما يجيش ساعه. طب فين العربيه؟ هو ابن كلب مش راسي، تلاقيها طلعت في دماغه وينزل البلد عشان يفطر. اصله ابن ناس ركن في حته جه يعدي خبطته عربيه ومحدش شافه وهو خارج من العربيه. تركب دي؟ هو كده. هنروح فين؟ نلاقي العربية.
معقولة؟ أكيد سابها قريب من الحادثة. هنا ودع صاحبنا. يعني هيكون سابها فين؟ ما فضلش غير عدلي. هلفيجا ما وقفتش ليه؟ ده كمين والله العظيم، ده كمين. ما جابوش سيرة العربية عشان يجروا رجلنا، ندور عليها نيجي ناخد الشنطة يروحوا كابسين علينا. نجات يا راحت. أنا مش داخل. خلاص غور. أغور بس على شرط. لو جت تبقى انت بره. بضاعتي شقى العمر، بس افرض ان العربيه كانت مقفوله. عمر ما عربية عصلجت معاها، وحنرجع لأيام الشقاوة. مساء الخير. مساء الفل. خليك زي ما انت. مين؟ زبون اخر الليل. سهران يعني الليله دي؟ ما انت عارف الصبيان بتوع دلوقتي بهوات، مش بتوع شغل، وفي ميعادهم يفكوا. اي خدمه به؟ عربيتي. مالها؟ كويسه. خليك زي ما انت، اصل خطفت فيها انا وتلاتة اصحابي واحدة من جوزها. ويا ريت بس على كده، ده انا في عصابة بتبيع حبوب الهلوسة، بس دلوقتي لا هتخطف تاني ولا هتخلي الناس تهلوس. خليك زي ما انت. مبسوط يا عم؟ عشان ما تقولش سرايا القبه مش عارف ايه. شبهه الجنايه موجوده، في بطح في قصب رجليه الاثنين، زي ما يكون واحد ضربه عليهم عشان يعجزوا. الكوريك سليم مش ممكن يفوت، ده نزل بفعل فاعل. مش جايز هو اللي نزله وما قدرش المسافه؟ وضع الجسم بالطريقه دي مش ممكن لايده توصل الكوريك. على العموم تقرير الطبيب الشرعي والبصمات هيوضح. ملازم اول يوسف طالب سيادتك. عاوز صوره من المحضر والبصمات وتقرير الطبيب الشرعي. الموضوع وراه حاجة. ماشي. أيوة يا يوسف. أبو الشاب اللي خبطت له العربية في شارع فؤاد وصل من الكويت، وفي حاجة غريبة، طلع عنده عربية فيجا. إيه ده؟ فيجا؟ شاريها من السنة اللي فاتت، وكان الواد بيركبها والأب مش لاقي العربية. لما إدانا نمرتها هتستغرب أكتر. طلع الأمين عبد المعطي في الدورية السيارة لقاها واقفة في شارع عدلي ساعة ما كنت بتشوف الحادثة، بلغ إشارة، فكروا انها العربيه اللي خطفت مرات المهندس. ما وصلتنيش. الملازم ايمن هو اللي خدها وقال له يروح لك، لكن اتعبها وايمن نسي يقول لك. وجبتوها دلوقتي؟ بس
وفي موضوع تاني هقول لك عليه لما توصل. انا جاي حالا. الأستاذ حسن الطاروط يا أبو الولد. كانت فين بالظبط؟ في وش الممر في شارع عدلي. يبقى كان راكبها. بس رقم ما هو ده الموضوع التاني. في اتنين مش قادرين يثبتوا كانوا فين ليلة الخطف. أيوه بس الشاب ده والتلاتة اللي كانوا معاه. لكن دول مرعوبين قوي من ساعة ما جبناهم وهتشوف. حضرتك تقدر تتفضل، لكن العربية لسه مش هتقدر تستلمها دلوقتي. جدعان احنا عملنا ايه؟ ساعتين يا دوب هما اللي عرفت اسرقهم وراجع على طول. عندي شغل متلتل. وجيت ليه؟ هشوف عملت ايه. في ايه؟ في حكاية العيال اللي قلت انهم بلغت البوليس. مش مهم. مش فاهم. قصدي انه خلاص. برضو مش فاهم. رحت ومليتهمش. رحت. رحت فين؟ لأصحاب العربية. جبت العنوان من إدارة المرور. وعرفت منين انهم مش هم؟ كل شيء كان باين. كلامك غريب قوي يا احمد. يعني ايه كل شيء كان باين؟ انت بتضحك عليا ومش حلق دقنك ليه؟ انا ما نمتش طول الليل. دوشة. روق كده وتعالى معايا. أصحابك مستنيينك. مين اللي كان بيكلمك؟ أنا رايح المستشفى. جاي معايا؟ طبعا جاي. بصراحة يا أحمد تصرفاتك بقت تخوف. أرجوكم تبعدوا دلوقتي. إحنا ما صدقنا. احتمال لو شافتكم ما ترضاش تاكل.
محدش يعرف. في امل يا دكتور. ان شاء الله. رحت فين؟ مش قادر اشوفها بالشكل ده. انت مش هتمسك نفسك شويه بقى؟ عاوز ايه؟ نيجي نزورك انت كمان؟ ما انت بتزورنا اهو. هتتجنن؟ وايه الفرق؟ انك لسه بعقلك. اللي حصل لو نسيت نفسك شويه ممكن. اللي حصل ما يصدقوش الا واحد مجنون، وانا صدقت. عارف عملت ايه عشان اصدق؟ رسمت خط بالطباشير على البلاط وحاولت اعدي من تحتيه. وعرفت تصدق؟ اصدق؟ ما هو كلام مجانين. لا يا احمد لا، ده انت الكمال والعقل كله، انت اللي طول عمرك العيله بتشهد لك. تعالى يا احمد تعالى. يا سعاده البيه، ده انا ابن ناس برضو. انا ابن عبد العظيم مخلوف من كبارات تجار الخرده في الوكاله. معقول اعمل كده؟ لا احنا جدعان برضو. لا انا اللي 100 بت مش يبوسوا جزمتي، لا يبوسوا عجله عربيتي. اعمل كده برضو. قول كنتم فين ليله الحادثه؟ كنا سهرانين مع بعض. والمعلوماتك حسن كوبا والدرابوكس عيال نضاف، اسأل عنهم، دول بياكلوها بعرق جبينهم. حسن يا كوبا، بتشتغل ايه؟ بشتغل على تاكسي بتاع ابوه وبنتاجر. في اليوم ده كنت مريح وسهرتم مع بعض وعرفناه. فين؟ اسكت انت ما تتكلمش. مدير المحطة موجود؟ ايوه، دقيقة واحدة هندهولك. طيب متشكر.
انا بقول هو اللي اتصل، عرف ان الشنطه اتاخدت وشاف البضاعه في السوق فرجع زي الكلب عاوز يبوس الايادي، لكن انكسف ما قدرش قفل. بقول لك ايه، سيبك، النهارده عرفت واد تلميذ في ثانوي ابن ناس كان بيمول في المحط، لقيته يجي منه غاوي بقى، وانت عارف تلاميذ المدارس وتلاميذ الجامعه. استنى تعال. ايه دي؟ هدية هتعجبك من واحد بيحب. مين اللي اداك دي؟ قال واحد في عربية ومشي. خد. الو، تصدق شفت عمل ايه؟ يا زول يا زول، بعت لي هدية عربون المحبة، عاوز يحنن قلبنا عليه، ده نظام عيال والله. اسمع، انا مروح البيت شويه وهفوت عليك بعدين. سلام. معقول يبوظ؟ احنا لسه مكلمينه. حاول تاني، وان ما عرفتش اتصل بالمستشفى جايز راح لها. ايوه يا حسن يا كوب، اهو كده الصراحه حلوه. كنتم في الهرم فين؟ في كازم. اسمه ايه؟ لازم. طبعا لازم، اصل ما عدناش كتير ومشينا. مش مهم الاسم يا سيدي، حد يشهد على كده؟ لا. طب رحتم فين بعد كده؟ يا حسن يا كبه ما تلعبش بيا، ده احنا اللي خلينا السمك يشر عرق، انما انا هطلع عينيك للصبح وشرق. ايه؟ حاجة تانية؟ عبوة نسفة، يعني مش أنبوبة. بعتوا سلاح المهندسين؟ خبير المفرقعات زمانه جاي يا فندم. لما قلت لستك إن في سر ورا موت الاتنين كان معايا حق، دلوقتي بقوا ثلاثة والرابع أنا خايف يكون في السكة. وهتعملوا إيه؟ هنحقق ونبلغكم أول بأول. رايح فين يا استاذ احمد؟ ممنوع. ارجوكي. مش ممكن ده. دقيقتين بس اقعد معاها لوحدنا. طب من غير ما تصحيها. حاضر.
حبيبتي اوعى تكوني زعلتي مني ساعة ما جريت على البلكونة وافتكرت انك رميتي نفسك. مش عارف ازاي انا فكرت التفكير المجنون ده. صدقيني سامحيني. ندى كلميني لسه زعلانة. طب انا هقولك على حاجة اثبتلك صدقي. انا عملت اللي محدش قدر يعمله قبلي. انت امتلك من اللي عملوا معك كده. دفعتهم التمن غالي عمرهم. موتتهم. ندى انا محتاج لك. طيب بلاش تغفري لي. بكرة الايام هتصلح اللي اتكسر. لكن دلوقتي في واحد رابع خايف يكون مظلوم. كانوا ثلاثة ولا أربعة يا ندى؟ جاوبيني. أنا ما شفتش غير ثلاثة بس. كانوا ثلاثة ولا أربعة؟ أنت عارفة ده معناه إيه؟ كده برضه يا أستاذ أحمد. يعني خلاص متفقين ما تتكلموش؟ بلاش تتكلموا. هو جوزها مش هيتعرف على اي واحد منكم؟ بلاش. لسه تقرير الطبيب الشرعي مش هيلاقي ولو شعره من شعرها في العربيه. خبير البصمات مش هيطلع صباع ولا صباعين من صوابعها. معلمين على الفرش. ما افتكرش تكونوا غسلتوا الفرش. ها؟ مفيش داعي يا فندم قبل ما تاخد تصريح. مش هستنى التصريح يجيلي بعد ما تكون ريحته طلعت. وانت خلاص اتاكدت؟ طب راح فين؟ تليفون بيرن على الفاضي. مستشفى مفيش، اهلها مفيش. هو معقول يسافر لاخوه يسيبها؟ اي واحد مطرحه ممكن يعمل اي حاجه. اكسروا الباب. مفيش حد؟ في واحده ناقصه اكيد، ولا يبقى عندي عمى الوان. تقصد ايه؟ ركب واحده وليه؟ مستحيل. دلوقتي بس فهمت. مش معقول، حاجه تجنن. اطلع على القبه. حاضر. طلعت ايه؟ هي ايه؟ العبوة. قنبلة. فين التقرير؟ عندهم. لسه يا دوب عارف دلوقتي بالتليفون. وما كلمتنيش ليه؟ على مالك شوية وانا لسه لحقت. دول بيقولوا انهم بيحللوا الشظايا وهيبعتوا صورة للمباحث الجنائية. وعرفت منين انها كانت مدهونة؟ لأننا عرفنا جت منين. منين؟ ما تقلقش. كل حاجة هتجيلك مكتوبة رسمي. رحت اودي البيضات الغسيل، رجعت لقيته معاه. ايه؟ لقيته عاوز يصحيها. يصحيها ليه؟ ما سمعتوش اللي هو بيقول لها كلمة كانوا ثلاثة ولا أربعة، وطبعا هي مش دريانة. ها؟ دخلت عليه وخرجته. وراح فين؟ مشي من بدري. كلم يوسف قول له ما يفارقش بيت الواد بتاع البوتيك. هيقتله هو راخر. يقتل مين؟ هيجي لك واحد أرجوك تسمح له ياخد بصمتها عشان نضيعها. بصمة مين؟ بصمة مراته. ساعة لما حد يرد انا هاني. فين كرم؟
امبارح قال انه جاي لي وما جاش. احنا بطلنا بيع النهارده. يلا مش عايز اسئله. ما تعرفيش تبصيلي كده. انت حيوان انت. اطلعي من ورا الريون. يلا. يلا. وانت كمان. يلا. روح انت كمان. انت مين؟ بوليس؟ لا لا مش باين عليك بوليس. طب عاوز من ايه؟ تكونش انت بالبتاع لما اتكرم؟ انا ما عملتش حاجه. دلوقتي هتفهم ليه وهتروح لاصحابك لو كنت منهم. انتوا مش كتمتوا نفسها بمنديل برضه؟ قدامك دقيقه واحده هتقول ان كنت معاهم ولا لا، وان ما قلتش حملة بطنك بدول. انا لسه واصل يا فندم، لقيت الباب مقفول ومعلوش قفل. هموتك وانا شاكك، لكن انت السبب. حطوا في ايديك كلبشات. اللي كانت في العربية الإبهام، ودي أختها. شكر. أنا بقى مش زي النقيب محمود. النقيب محمود طيب وماشي بالأصول، والأصول بتقول ما دام لقينا الدليل وأنتوا مش عاوزين تعترفوا نودي بقى كل حاجة النيابة، والنيابة تتصرف بمعرفتها. لكن أنا بقى بصراحة ما أحبش كده. أنا أحب أطبخ وأودي كل حاجة جاهزة، أكلة كده وكيل النيابة يحب ياكل صوابعه وراها. اتكلمنا يبقى يا دار ما دخلك شر، اتكلمناش عاديكم بقى. افتح المحضر. وقد سألنا سمير عبد العظيم مخلوف ما قولك فيما تبين من وجود بصمة الأصبع الإبهام اليمنى للسيدة ندى جمال الدين على المقعد الخلفي لسيارتك. أجاب:
معلم عبد العظيم مخلوف تاجر الخردة ابو الواد. ضربتوا الأنفاس التمام، طلعتوا بالعربية، عجبكوا الفيلم، لمحتوها وانتوا داخلين وهو معاها. بصراحة كانت حلوة قوي. خلص الفيلم. الواد حسن كوبا في حتة في الفيلم فيها بنت بتتخطف، قال يا حبيبي اهي البنت اللي شفناها بره هي الأخرى عايزة الخطف. وبعدين لقيناها في وشنا. الواد حسن كوبا مقدرش يلم نفسه، قعد يقول قشطة يا جدع جنينا كلنا، ضربوكس صمم نمشي وراهم يملى عينه منها. لغاية كده وانت مالكش دعوة. ماشي. وبعدين بعد شوية لما دخلوا الشارع الضلمة الواد حسن كوبا قال بنت دي مولعة، مش مراته، دي واحدة صيدة. في الأول ما كانتش داخلة دماغي، لكن بصراحة لما ابتدوا يجروا ورا بعض ابتديت أصدق. أصل الست من دول هتجروا ورا جوزها ليه؟ ما عندهم البيت يجروا فيه زي ما هم عايزين. الولد ضربوكس طقت في دماغه وقال بصراحة أنا مستخسرها فيه، ده باين عليه جدع خيخة. حسن كوبا كمل وقال تيجي ناكلها منه. الكلام ده قبل ما يجروا ولا بعده؟ لا قبليه. وأوام أوام لقناهم بتفقوا ايه هنا لآخر الممر. طيب يلا لحسن كعب الجزمة يتكسر. مالكش دعوة انت يلا. ضربوكس راح ساحب مفتاح انجليزي من العربية وقال انا هروح الف ادخل ممر من الناحية التانية واول ما هيوصل هسحبه على جوه وهبده هبطه صغيره على قده. بقى ده كلام تكونوا انتوا دخلتوا عليها وتكمموها بمنديل عشان ما تصرخش. استعجلت يا احمد قوي، بس انا عمري بحاول يا ريتني. سألت عليك النهارده.